متابعيني أهلاً ومرحباً بيكم في قناتكم القناة الطبية المتنوعة، والنهاردة هكلمكم في حاجة في صميم تخصصي هو النغف الفموي أو خروج الديدان من الفم، يسموه بالإنجليزية الأورال مايزز. تعالوا نعرف مين اللي ممكن يجي لهم الداء دوت أو المرض دوت، مين الشريحة الجغرافية اللي ممكن تكون معرضة أكتر لخروج الديدان من الفم والنغف الفموي. تعالوا نعرف إيه الكومبليكيشنز أو إيه مشاكله وإزاي بيتعالج. أول حاجة، النغف الفموي من اسمه واضح طبعاً هو خروج ديدان من الفم، سواء من اللثة، سواء من اللسان، سواء إن المريض يروح للطبيب يخلع الضرس، الطبيب يتفاجئ بخروج كم هائل من الديدان من السوكت أو من مكان الخلع. فطبعاً بيبقى شيء شوية مقلق ومفزع ومخيف طبعاً شوية للمريض وللطبيب، وبيأثر نفسياً طبعاً على المريض وبيحتاج تأهيل نفسي بعد كده. تعالوا نعرف مين الشريحة الجغرافية اللي ممكن تصيبها النغف الفموي. أولاً لازم يكونوا في مناطق استوائية حارة رطبة زي أجزاء من أفريقيا، أجزاء من آسيا، الهند برضو بيجي أكتر لدول العالم الثالث، بيبقى فيه طبعا ضعف في الإمكانيات المادية، بيبقى فيه فقر شديد، جهل وقلة نظافة، قلة الاهتمام، يعني في مشردين كتير في الشوارع. هو بيصيب أكتر لما يكون حد مثلا في منطقة استوائية حارة رطبة وفي نفس الوقت في إهمال جامد قوي في النظافة، وفي نفس الوقت السن كبير، يعني بيصيب أكتر الناس الكبيرة أو المرضى أو العواجيز، الناس اللي عندها مشاكل في المناعة، المشردين اللي في الشوارع، مدمني المخدرات، مرض السكري يكون شديد. مع كل العوامل ديت للأسف في دول العالم الثالث بتحصل الظاهرة ديت أو الداء دوت هو النغف الفموي. بيبقى كمان الناس اللي هي بتعيش في الأرياف في مناطق فقيرة جدا بتبقى في تربية حيوانات، وبيبقى في ذباب من أنواع معينة خاصة في الهند، بيبقى في أنواع ذباب معينة هي اللي بتنقل اليرقات بتاعة الدود أو بتنقل الملوثات من سواء ستول، يعني فضلات، سواء فضلات الحيوانات أو فضلات الإنسان، منطقة في زي ما بنقول حظيرة أو بتبقى فيها مليانة حيوانات وفلايز، تبتدي الذباب ينقل اليرقات الدود إلى فم المريض. لازم الفم يكون مصاب بجروح، بقرح، بخلع مكان خلع ضرس وفي جرح، تبتدي الذباب يدخل الفم أثناء مثلا التنفس، أو أثناء في ناس بتتنفس تنفس فموي كمان أثناء النوم، فبيدخل الذباب ويحط اليرقات، وتبتدي بعد كده الدود يظهر في الجرح، الجرح يتلوث، يبتدي الدود يكتر، يتكاثر طبعا ويبيض ويزيد وينتشر جدا، ويبتدي ياكل في الأنسجة أو في الغشاء المخاطي للفم، ويبتدي ياكل في العظم ويعمل ديفورمتي، يعني تشوه كبير سواء على اللسان أو في العظم أو في اللثة، بيحصل تشوه. وللأسف ممكن بعد كده مع الإهمال الشديد وزيادة عدد الديدان يبتدي يحصل سيليولايتس ومشاكل، ينتشر العدوى في الوش، وبعد كده لا قدر الله تتنقل للمخ أو للدماغ، وأحياناً في حالات نادرة جداً تسبب الوفاة، لأن هو أصلاً داء النغف الفموي يعتبر من الداء أو من الأمراض النادرة. طيب، بعد ما عرفنا مشاكله ازاي يتعالج، يعني لو حد مثلا راح لطبيب الاسنان في العياده والطبيب اتفاجئ بكم الدود دوت او كم الديدان اللي طالعه او خارجه من الفم، ازاي الطبيب بيعالج الموضوع دوت؟ اولا بنهدي المريض تماما، لان المريض طبعا بيبقى في حاله صعبه جدا نفسيا، والطبيب برضو لازم يهدى نفسيا لان شويه المنظر بيبقى صعب شويه.
بندي اولا انستيزيا عاديه، يعني بنج عادي للمنطقه، بنخدر المنطقه عادي جدا زي كاننا بنخلع ضرس عادي خالص، وبنبتدي نحط مواد تعمل اسفيكسيا او اختناق للديدان، بحيث لما تختنق الديدان جوه تحاول تطلع وتقب على السطح بسبب الاختناق اللي جالها، تبتدي تقب وتظهر ونبتدي نقدر نشيلها. طب ايه المواد اللي احنا بنحطها علشان تعمل الاسفيكسيا او الاختناق للديدان؟ البنج ليه دور، بيعمل برضو اسفيكسيا او بيعمل اختناق، الى جانب ممكن احط الترابانتين اللي هو اللي بنستخدمه في الدهان والبويا والحاجات ديت. الترابانتين ممكن نستخدم فينول، كلوروفورم، ايودوفورم، يعني منتجات شوية بتعمل اختناق، أو فازلين، كل الحاجات دي هتعمل اختناق، ومشتقات البنزين بتعمل برضو اختناق للديدان، تبتدي تقب وتظهر على السطح. المريض متخدر ببنج موضعي، أبتدي بالتويزر أو بالملقط، أبتدي بالملقط الطبي أو الملقط، أبتدي أشيل الديدان واحدة واحدة في طبق جنبي، وببتدي أشيل الديدان واحدة واحدة لغاية لما أتأكد إن الديدان اتشالت كلها أو طلعت كلها. هي بتبقى ديدان حية وبتطلع بالتويزر وتتحط في الطبق دوت. بعد كده ببتدي أعمل إيريجيشن أو تنظيف للمنطقة عن طريق سرنجات مليانة مية وملح أو سلاين أو محلول ملحي، ببتدي أنظف والمريض بيمضمض ويتف، ويبتدي لو في ديدان تانية بتتشال. بعد كده غسول تاني بالبيتادين، بعد كده غسول تاني بالمطهرات زي الهيدروجين بيروكسيد أو الـ H2O2 أو مية الأكسجين، برضو بتنظف كويس جدا. يعني بحاول أستخدم المطهرات الموجودة المتاحة كلها، وأتأكد إن مفيش ديدان، وأنظف المكان، وأكتب للمريض طبعا أول حاجة مسكنات، تاني حاجة بكتب له أدوية خاصة جدا علشان القضاء على الديدان وعدم انتشارها، بكتب له كلور هيكسيدين مضمضة أو بيتادين مضمضة أو أي نوع من المضمضة، إلى جانب طبعا المية دافية وملح. يطهر الفم بطريقة دورية. لو في secondary infection أو الديدان سببت عدوى فيها صديد أو بس، يبقى في الحالة دي طبعا بدي مضادات حيوية قوية زي الأموكساسيلين، بنسيلين. إن ما كانش طبعا المريض عنده حساسية من كل المضادات الحيوية دي، بكتب له مضادات حيوية قوية سواء إبر أو بيكمل بأقراص، للقضاء على السكندري انفكشن أو العدوى اللي حصلت نتيجة للديدان. لكن الديدان نفسها بنديها دواء مخصوص للديدان، إلى جانب طبعاً مضادات الالتهابات لأن بيبقى فيه التهابات وقرح، إلى جانب علاج القرح. لو فيه فطريات ظهرت ببتدي أعالج برضو الفطريات. بعد كل دوت المريض بيرجع لي جلسة تانية ونشوف هل في قضاء تام على الديدان ولا لأ، وبنبتدي نأهل المريض نفسياً إن هو يتعايش مع الوضع الجديد بعد التحسن، ويحاول ينسى كل اللي حصل قبل كده، لأن الموقف شوية بيبقى صعب. اللي حس طبعاً بالموقف، ربنا يحفظ الجميع، بيبقى صعب شوية. بعد كده لو في ديفورمتي أو تشوه حصل في العظم، لأن الديدان بتاكل في الأنسجة والغشاء المخاطي للفم والعظم، بيحصل بعد كده ترميم للعظم وترميم للغشاء المخاطي للفم وتأهيل طبي ونفسي للمريض. أتمنى تكون حلقة النهاردة استفدتم منها، هي حالة نادرة، ولكن أتمنى أنكم تكونوا أخدتوا فكرة أو عرفتوا إيه هو خروج الديدان الحية من الفم أو النغف الفموي الأورال مايزز. مش هطول عليكم، تمنياتي بدوام الصحة والعافية للجميع، وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.